اخر قوي لسبب بسيط قوي لانه ما كانش بايدينا. احنا كان معانا في الفقره دي ضيف المستر دكتور ستيف هانكي اللي هو ضيف مهم. خلينا نعرف مين هو ستيف هانكي ده اللي هو كان مفروض يبقى معانا دلوقتي. شوفوا كده. مستشار الرؤساء الاقتصادي والأكاديمي ستيف هانكي في ضيافة مصر النهاردة. من مواليد 29 من ديسمبر عام 1942 بولاية جورجيا الأمريكية، أستاذ ومؤسس ومدير مشارك لمعهد الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، زميل أول ومدير مشروع العملات المضطربة في معهد كاتو في واشنطن، مستشار أول في معهد أبحاث النقد الدولي بجامعة ريمر الصينية في بكين، شغل منصب عضو مجلس المحافظين للمستشارين الاقتصاديين في ولاية ماريلاند، كبير الاقتصاديين في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ريغان، مستشار أول سابق في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس الأمريكي عام 1984، مستشار اقتصادي لرؤساء بلغاريا وفنزويلا وإندونيسيا سابقا، لعب دورا مهما في إنشاء أنظمة عملات جديدة في الأرجنتين وبعض الدول الأوروبية. تم اختياره ضمن 25 شخصا الأكثر نفوذا في العالم من قبل مجلة التجارة العالمية في 2020. كده واحنا داخلين الهوا بعد ما قلت لكم نطلع فاصل قصير عشان نستقبل الدكتور ستيف هانكي، فجأة بعت لنا ميل بيعتذر فيه لأنه لديه ظروف خارجة عن إرادته هتمنعه من الظهور. ظروف يعني أدي الميل أهو بعته لزميلنا محمود، فبيقول له يعني أنه مش هيقدر أنه يطلع أو يطلع في معانا في اللقاء ده. لكن الراجل يعني الحقيقة بيقول بالضبط كده، لسوء الحظ حانت للتو طوارئ يتعين على التعامل معها على الفور، مفيش حاجة أو لا يوجد شيء يمكنني القيام به حيال ذلك، ما عنديش مساحة كبيرة للمناورة، أخشى أنني سأضطر إلى إلغاء المقابلة. الحقيقة أنه يعني ممكن تظن حاجة تانية، يعني ممكن يظن أن في ضغط عليه، بس ده شخص كتير يعني، يعني ده شخص مهم، مين اللي هيضغط عليه عشان ما يطلعش معنا؟ يعني مش معقول يعني. بس لو أنتوا فاكرين اللقاء مع الدكتورة شريفة أستاذة السيسي، قالت أنه بمجرد ما نظر ظهر الإعلان عنها طالعة معايا اتضغط عليها عشان ما تطلعش. لو معنا الفيديو نفكر كده مع بعض. شريفة سمعت أنه أو قيل أنك مؤخرا قدمت طلب رسمي لإجراء مقابلة مع تلميذك عبد الفتاح السيسي لكنه رفض طلبك، هل هذا حقيقي ولماذا تم رفض طلبك وأنت أستاذته؟ I don't know to what level my request reached. Okay? لا أعرف عند أي إلى أي مستوى وصل هذا الطلب الذي قدمته. يعني أنا يدفعني الفضول لأعرف من الذي يتخذ القرارات وأي قرارات تتخذها المستويات المختلفة في الإدارة المصرية. فبالتالي هذا الطلب كان في العام الماضي لأنني كنت أود أن أزور مصر وأردت أن أكون عادلة، لا أن أكون منتقدة وحسب لسيسي، كنت أريد أن أكون عادلة. اليوم أثناء خروجي لهذا يعني خروجي في هذه المقابلة تلقي أو قبل هذه المقابلة تلقيت اتصالا من الحكومة المصرية تتحدث عن زيارتي لمصر، وقلت لهم أنني وعدت بأن أزور مصر، ولكن يبدو أن هذه
الزيارة لم يتم تحديدها بعد، فأنا لدي تقييمي الخاص باعتباري أستاذة في هذا المجال. لحظة دكتورة شريفة، يعني أنت تقدمت يعني الحقيقة الدكتورة شريفة قالت بالنص كده أنه اتضغط عليه عشان ما تطلعش معايا، فلما أعلننا أن الدكتور ستيف هانكي هيطلع معانا، وده التأكيد جالنا تأكيد الراجل نفسه أهو أكد لنا أنه هيطلع معانا، وده كان الصبح يعني، لكن جاء دلوقتي وقال لأ أنه من الصعب بسوء الحال للتو حالة طوارئ، هو اللي بيقول في الميل، يتعين علي التعامل معها الفور ولا يوجد شيء يمكن. المهم يعني طبعا ظنينا انه ممكن يكون ضغط عليه، لكن الحقيقه الامر يبدو انه ما ضغطش عليه، ربما تكون حاله عنده في البيت، حاله عنده في العربيه، مش ضروري تكون حاله ضغط زي الدكتوره شريفه. ف للاسف يعني يعني احنا في انتظار انه يبرر او يقول، لا يكتفي بانه انها حاله طارئه، نحن في انتظار نقول الحاله الطارئه دي كانت ايه، عربيه، كاوتش عربيه مثلا، اتسرق، موبايله ضاع منه، مراته مش موافقة، لكن انه يسيب كده ويقول حالة طارئة، ربما انه ممكن يطلع معانا متأخر عن كده شوية ربما، لكن احنا في انتظار تفسير، او مش تفسير بس يعني، هل ممكن يطلع بعد شوية؟ هل اتضغط عليه زي ما حصل مع الدكتورة شريفة؟ هل ما اتضغطش عليه خالص بس فعلا عنده ظروف أسرية او ظروف خاصة؟ ده اللي نعرفه بعد 10-15 دقيقة كده من الآن. فخلينا إلى أن يتأكد إذا كان الدكتور ستيف هانكي وراجل مهم جدا. حد يقول لي أمريكا يا عم، حد يضغط على أمريكا؟ شريفة طلعت على الهواء، إيه على الهواء صوت وصورة، وقالت أول ما نزلوا إعلان إن أنا طالع مع محمد ناصر اتضغط عليها عشان ما اطلعش معك، وقالوا لها العرض اللي أنت عايزاه بقالك سنة إنك تنزلي مصر موجود، بس اطلعيش مع محمد ناصر. الدكتورة شريفة، ودي كانت بتدرس في الكلية العسكرية الأمريكية، يعني زيها زي ستيف هانكي ممكن، لكن ده لا يؤكد، أنا مش بأكد إنه الضغط على ستيف هانكي بالشكل ده، أنا ما أعرفش حتى الآن هل في ضغط عليه، هل دي ظروف طريقة عنده هو وهتخلص ويجي، ده اللي أعرفه. فخلينا ناخد خبر كده عبال ما نتأكد ما هو موقف الدكتور ستيف هانكي. أنا يبدو أنه خلاص مستر أو دكتور ستيف هانكي مش هيطلع معانا، لأنه حتى الآن حسب ما بيقول هو، أعيد المرة الثانية بس الـ 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 الكلام بتاعه اللي بعته، هو الراجل كان موافق، هو هيدخل إلا ربع عشان لا لا، ما هو الساعة بقى كام؟ الساعة ده الوقت إلا ربع، يعني ما عرفش، هو بيقول دلوقتي أنه ممكن يطلع معانا، يعني دلوقتي هو بيقول دلوقتي عشان مثل الأمانة، يعني عشان ما نزدش ونبين للناس انه احنا ضحايا وشهداء. هو كان عنده ظرف خاص بيه هو، فهو قال انه مش عارف يطلع، بعدين دلوقتي بعت قال انا ممكن اطلع. صعب التواصل مع الدكتور ستيف هانكي، واضح انه صعب يبقى معنا، فهكتفي بالقدر ده من الحلقة. وبيحصل انه ناس بتجيلها ظروف وما تطلعش، إما إنها ظروف يعني خاصة بعائلته بحياته الشخصية، أو ظروف سياسية زي ما حصل مع الدكتورة شريفة من كم أسبوع يعني. فلا نعلم الظروف دي، عنده مشاكل هو. العشاء بقى 3 دقايق، يعني هو قدامه 3 دقايق، هو صعب. على اي حال يعني نأجله ليوم تاني او نشوف وقت تاني مع الدكتور ستيف هانكي، لكن صعب قوي يعني. هو عنده استعداد دلوقتي انه يطلع، هو عنده استعداد قوي، لكن انا رأيي انه صعب، لم يحترم مواعيده وما احترمش الوقت. فخلينا ننهي الحلقة لحد كده، ونبقى نستكمل ان شاء الله، نشوفكم على خير غدا وحلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.